عزيزي المشاهد، الآن نقدم لكم المفاجأة الكبرى اللي هو حاضر معنا، الحاج التواتي، الشيخ التواتي الصغير اللي هو حفيد ابن عبد القادر ولد الشيخ التواتي تاع عين تادلس، الشاعر المعروف من منطقة عين تادلس. هذا مسميه على الشيخ التواتي، واللي حاضر معنا بفضل الشيوخ وبهذه المفاجأة وبهذا الإخوة اللي حاضرين معنا. إن شاء الله هاو إليكم الشيخ التواتي مجهري، الحاج عبد الوهاب التواتي ابن عبد القادر صاحب القناة، والشيخ التواتي الشاعر. الآن عزيزي الزهر البليده فيها يا عاشقينا، بسطة وفشطة وزيارة ونزاواها، بلدة كل منها تجلب الناظرين، سادت واصلين الرايدة سماوها. ورد على بهاها الورود مزاربينا، من طيبها الطيب تتنسم وطماواها، مزاجها وماها وهواها صافينا، وفسح منشر وهلو حارس ماواها. أعزائي النظراء الكرام، عمت مساء وطابت أوقاتكم. ها هي قناة بن عبد القادر عبد القادر تحط الرحال بمدينة البوليدة، وبالأحرى بالأحرى بخيمة ومنزل الأخ الحاج رابح، وبحضور الولد زكريا وبحضور هذه الوجوه النيرة. عزيزي المشاهد، الآن نقدم لكم المفاجأة الكبرى اللي هو حاضر معنا، الحاج التواتي، الشيخ التواتي الصغير اللي هو حفيد ابن عبد القادر ولد الشيخ التواتي تاع عين تادلس، الشاعر المعروف من منطقة عين تادلس. هذا مسميه على الشيخ التواتي، واللي حاضر معنا بفضل الشيوخ وبهذه المفاجأة وبهذا الإخوة اللي حاضرين معنا. إن شاء الله هاو إليكم الشيخ التواتي مجهري، الحاج عبد الوهاب التواتي ابن عبد القادر صاحب القناة، والشيخ التواتي الشاعر. الآن عزيزي المشاهد، ننتقل إلى المفاجأة الأولى والسابقة الأولى بهذه الجلسة الحميمية والأغنية البدوية والشعر الملحون. كنا شفنا في زمان الماضي المغنيين يعني يديروا التلاحم ما بين مغني ومغنية ومغني آخر، ولكن اليوم لأول مرة والسابقة الأولى للأغنية البدوية والشعر الملحون، وين التلاحم ما بين الشيخ الأستاذ والقندوز التاعو. القندوز اللي هو الله يبارك في هذه الأونة بالذات تحضر الكهرباء، يعني كنا يعني عارضين الكهرباء حضرت. إليكم هذه الأغنية أنديو ما بين الشيخ والقندوز، يعني يغنوا مع بعض، تفضلوا. الزهر البليده فيها يا عاشقينا، بسطه وفشطه وزياره ونزاواها، بلدة كل منها تجلب الناظرين، سادت واصلين الرايدة سماوها. ورد على بهاها الورود مزاربينا، طيبها الطيب ما تنسم وطماواها، مزاجها وماها وهواها صافينا، وفسح منشر وهلو حارس ماواها. بسطة وفشتا للبليد تاريخ مقيد عهدو، عند الدن وهل البلدة درجو خبرها ونادو، درجو خبرها ونادو، زير من وطن بعيدا هذو جو هذو يغدو. زير من وطن بعيدا
هذو جو هذو يغدو أسواق هيا معددة الليل والنهار يصادو. ارتجت البلاد طلقت فيها العينة في كل جانب تخمد علوم أودها أبرجوا شوارع وقهاوي باهين أظل البلودة وظلال أسجاها وارحم. جنة مزخر في أسواقي فايرينا ساحة وسعين نحتاق بقوى وسهم. بشطه وفشطه وزياره عيط احبابنا زرناهم امسمي الراجل ومرا اهلها وبخاستهم. بشطه وفشطه وزياره عيط احبابنا زرناهم امسمي الراجل ومرا اهلها وبخاستهم فيق المنسى والسهرة بالاستذكار جملتهم. فيق المنسى والسهرة بالاستذكار وجملتهم. في كل عمزة وفرجة متوارخينا ممكن ناحية عنو زيارها أهل الجزر العاصمة والدايرين قبل وتلو شلف من البحر وجايبها ماما. أهل الجزر العاصمة والدايرين قبل وتلو شلف من البحر وجايبها مغنين والشعراء والوالعين ومسغر الجبوع وارم تتبع وهم. بشطة وفشطة والفرجة ويجي اللي بغى يتفرج منزل الزهو مهروجة بسواقها تظل تدلج قيم قيمين الحاجة واللي عمش منه يخرج. قيم قيمين الحاجة واللي عمش منه يخرج منزل الزهو مهروجة بسواقها تظل تدلج. منصب النهار وليلة والغرب يتجرعوا ليلة مطولها ليلة حي وحباب فيها مروا هذا ذيك خليلة الأحباب كلهم يحضروا. أعزائي النظارة الكرام أظن استمتعتم بهذه القصيدة اللي قدمها الثنائي القندوز والشيخ عبد القادر البوليدي. نتمنى إن شاء الله كنا خفاف عليكم اللي تستمتعوا بهذه الجلسة الطيبة وهذه الوجوه النيرة المباركة. عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة داخل الوطن وخارج الوطن أقول لكم باسمي الخاص وباسم تقنيين قناة من عبد القادر عبد القادر دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.